برعاية فضيلة الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق عقدت الهيئة ندوة تناولت المحطات التاريخية لمؤتمر القاهرة ومكة توافقا مع الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الهيئة وحضر الندوة عدد من الباحثين والمتابعين والمهتمين بالشأن العراقي عندما نستذكر تلك الأيام فإننا نستذكر بوارق الأمل وإحياء الهمم في نفوس العراقيين نستذكر فضل الله ومنه على العراق حينما أخرج منه ثلة من العلماء أعلنوا للدنيا أجمعها بأن العراق لم يمت وأن فيه رجالة لن يسكتوا على الظلم في بداية الندوة استعرض الشيخ الدكتور مثنى الضاري البدايات والسلبيات التي رافقت مؤتمرا الجامعه العربيه بشان العراق في مكه والقاهره، والموقف الثابت للقوى المناهضه للاحتلال، والمتمثل بألا تعد هذه المؤتمرات جزءا من العمليه السياسيه، وألا يسعى ويضغط على القوى المناهضه للاحتلال للمشاركه في العمليه السياسيه، وألا يعقد المؤتمر في العراق لانه محتل. وابطال الاشاعات والاكاذيب لاطراف العمليه السياسيه بان القوى المناهضه للاحتلال ليس لها مشروع سياسي في العراق وهي بعكس ذلك لديها القدره على المجيء بعناصر عراقيه وطنيه مخلصه لانقاذ العراق. هذا المؤتمر وما صاحبه وما نتج عنه وما جرى فيه يعني نستطيع ان نقول كان مرحلة مهمة من تاريخ العراق المعاصر في اثناء الاحتلال. لم تسلط عليه الاضواء بما يكفي ولا سيما مؤتمر القاهرة الثاني. مؤتمر القاهرة الأول حظي باهتمام وتغطية مباشرة من كثير من القنوات الفضائية وتفاصيله الرئيسة ما زالت في الذهن. ولكن هناك تفاصيل أخرى غابت أو غُيبت لانه لم يتوصل المؤتمر الى تحقيق ما يريد بسبب وعي القوى المناهضه للاحتلال وسعيها الحثيث لتغيير المؤتمر الى ما تريده هي لا ما يريده المحتل. بعدها اكد الشيخ الدكتور مثنى الضاري على الاسس التي طرحتها القوى المناهضه للاحتلال كحل للازمه في العراق. الاسس التي يمكن ان يبنى عليها حل الازمه في العراق، هذا كان المحور الرئيسي في كلمه الامين العام للهيئه، وهي اولا تحديد جدول زمني مكفول دوليا لانسحاب قوات الاحتلال التي هي اصل المشكله. ثانيا التاكيد على ان المقاومه حق مشروع، والارهاب بكل اشكاله جريمه مرفوضه. ثالثا العمل على اعاده الجيش العراقي بعد اقصاء العناصر المسيئه منه. وحل الميليشيات المسلحه وهذا ايضا يفند فريه اخرى في موضوع علاقه الهيئه بالجيش والاجهزه الامنيه وانها اصدرت فتوى بحرمه الدخول لها وهذا كله من قبيل للاسف الاكاذيب التي روجتها اطراف سياسيه سنيه في ذلك الوقت لاهدافها الخاصه رابعا حل الاشكالات المترتبه على وجود الاحتلال وخاصه قضايا المعتقلين بغير حق في سجون الاحتلال والحكومة. خامساً: تشكيل لجان محايدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها عناصر الأجهزة العسكرية والأمنية. وخلصت الندوة إلى أن التوصيات والطروحات التي عرضتها القوى المناهضة للاحتلال لم تلقى أذناً صاغية من المشاركين في العملية السياسية للاحتلال، الذين سارعوا لنقد التوصيات. وليستمر الاحتلال وحكوماته المتعاقبه في الحاق اكبر الاذى بشعب العراق وما الخمس عشره سنه منذ بدايه احتلال العراق الى اليوم الا دليل واضح على ذلك